اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه والاعلام. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا، مساء النور يا استاذ تامر. اولا فعلا حضراتكم عارفين دلوقتي مين اللي موجودين قدام مديريه امن القاهره دول؟ طبعا هو الكلام المحترم اللي قاله والد المتوفي هو الصح. طبعا الناس اللي موجوده قدام مديريه امن القاهره دولت لا يمتوا بالصلاه لاهل المتوفي. ده نمره واحد. نمره اثنين، هو انا بس بضيف لكلام حضرتك ان احنا هنجيب حق المتوفي. ومن امبارح تم التواصل مع اهليه المتوفي وتم اطلاعهم على كل الاجراءات القانونيه اللي تم اتخاذها في الواقعه من تحديد محضر وسؤال شهود والتحفظ على السلاح وضبط المتهم، لان ما كانش معلوم ان الشخص اللي تم الاعتداء عليه هو ده المتهم. تبين في وقت لاحق ان هو المتهم، تم تعيين حراسه عليه وتم التحفظ عليه وسوف يتم عرضه على النيابه بصفته متهم حال تماثله للشفاء. ده نمره واحد. نمره اثنين، المخالفات القانونيه واحنا قلنا قبل كده وبناكد عليها ثاني واخد بال حضرتك، لا تستر عليها، يتم التعامل معها بكل الشفافيه. ليه؟ لان دي حقوق ناس والوزاره حريصه على الحفاظ على حقوق. طب انا هنا عندي سؤال يا استاذ اللواء. الحقيقه ما عنديش شك ان انتوا هتحاولوا تطرمخوا الموضوع على كذا، لان ما فيش مصلحه لحد، بالعكس ده انتوا عايزين تطهروا وزاره الداخليه من المتجاوزين علشان يبقى في النهايه الشرفاء هم اللي بيشتغلوا وبيقوموا بدورهم. فانا ما عنديش شك في ده، لكن هو السؤال، وهنا يعني عايز استخدم خبرتك الامنيه مش بحكم منصبك. يعني احنا عمالين حضراتكم واحنا كاعلام تقريبا كل 3 4 ايام نقول ده تجاوز مش عارف ايه، والامناء الشرطه، هم الامناء الشرطه بيطلعوا في البرامج او بيطلعوا في النادي بتاعهم ويدافعوا عن نفسهم ويقولوا والله ده احنا كويسين ده مش عارف ايه كذا. ايه اللي يخلي حد رغم انه شايف الهوسه دي وشايف ان الدنيا هتتقلب عليه وهتتقطع رقبته ويقوم مقدم برضه على نفس التجاوز المتخلف ده؟ يعني مش عارف ده ايه، ده سلوك نفسي مضطرب. يعني قبل ما ارد على سؤال حضرتك هاشير لشيء، ان كثير جدا من افراد الشرطه مستائين ومتضررين من التصرفات الفردية اللي صدرت من البعض الأفراد خلال الفترة الأخيرة واللي أساءت إليهم واللي هم اعتبروها أن دي بتنال من جهودهم وبتنال من تضحياتهم وبتنال من كثير من أفراد الشرطة اللي هم بيؤدوا عملهم بكل أمانة وبكل شرف، وطلبوا هم بتوقيع اقصى العقوبات سواء الاداريه او القانونيه على المتجاوزين منهم. تمام. ده نمره واحد. نمره اثنين، السؤال اللي حضرتك بتساله، طبعا يعني مثل هذه التصرفات، يعني تصرفات فيها مش هنقول يعني غشم او غباوه، لا دي تصرفات تمثل جرائم وتصرفات لناس يعني مش عارفين يعني اساس تصرفهم او اساس القيام بهذا الفعل ايه. يعني فدي حالات يعني تستوجب ان احنا نقف عندها، وده اللي هيحصل علشان نشوف يعني ايه الدوافع اللي هي بتخلي الناس تتصرف بالشكل ده وتتعامل مع الناس بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. واحنا النهارده اكدنا على حاجه، ان هو ما فيش تفريط في حق اي مواطن يتم التجاوز معاه من قبل اي رجل شرطه. طيب. ولا تهاون مع المخطئ من رجال الشرطه. طيب وانا بكلمك انا مش عارف قدام حضرتك تلفزيون ولا لا، بس احنا جايبين الصفحه بالخاصة بتاعت أمين الشرطة وهو حاطط صور، ما اعرفش ممكن نرجعها تاني ولا لا، حاطط صور لنفسه وهو ماسك بص حضرتك يا فندم مش عارف حاجة، شايف التلفزيون قدامك؟ للأسف الشديد أنا ماسك آلي، يعني هو نفسه حاطط صور لنفسه على صفحته الخاصة على الفيسبوك وهو ماسك آلي وبيتمنظر بيه. يعني واضح إن هم عندهم مشاكل نفسية في مسألة الضبط، ضبط الاعصاب والضبط الانفعالي وفكره السلطه واستخدام السلطه والسلاح اللي في ايده وقيمه السلاح اللي في ايده وواجب السلاح اللي في ايده ده للدفاع عن الناس مش للتجاوز على الناس. بص يا فندم، هو يعني سوف يتم اتخاذ اجراءات في منتهى الشده مع اي شخص يتجاوز او يخطئ في حق مواطن ده بعيد عن الجانب القانوني. والعقاب سوف يصل لحد الفصل من الخدمه. طيب انا سؤالي الاخير يا سياده اللواء، المناشده او الطلب اللي طلبه النهارده رئيس الجمهوريه من السيد وزير الداخليه عند استدعائه له في شرم الشيخ، وهو فكره تقديم مقترحات بتشريعات على او تعديلات على قانون هيئه الشرطه، هل الكلام كله بيذهب في سكه فكره اعاده المحاكمات العسكريه؟
يعني انا ما اقدرش اتكلم على هذا الموضوع لان انا حقيقي ما كنتش حاضر الاجتماع، ولكن يعني فيما يتصل بالتكليفات هيتم تنفيذها على الوجه الاكمل وفي اسرع وقت ان شاء الله. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا للواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه والاعلام، وهنتابع مع حضراتكم يوميا تفاصيل هذه القصه، مش عشان اهل القتيل، علشان نحن، ما هو في النهايه القتيل ده ابني واخويا وزميلي و قريبي، وفي النهايه مواطن زيي، انا ما احبش انه حقه يروح، لانه لو حقه راح يبقى انا حقي كمان لو حصل لي كده هيروح. فاعتقد ان واجبنا كلنا ان احنا نقطع يد المخطئ والمجرم بالقانون، بس واجبنا كمان ان احنا ما نديش فرصه للي عايز يولع انه يولع. لا تزر وازره وزر اخرى. الضابط المحترم نقول له برافو، انت مثال ونموذج للشرطي اللي فاهم حقوقه وواجباته. والضابط المتجاوز لا تهاون معه، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا في داخلية ملائكية ولا في داخلية بلطجية، في المتجاوز وفي المحترم، وكل بميزان. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل أخبارنا في الحياة اليوم.